صاحب الجلالة اللي لك الرسالة عام هو تالة حل المعادلة صاحب الجلالة اللي لك الرسالة شوف لي داير بيك عام هو تالة حل المعادلة السلام عليكم معكم سيمو بلا ما قدم باسم إمام الغزالي أنا غنتقدم صاحب الجلالة ماذا من نيابة نعسى اسمع من الرسالة ما هي زايدة ما هي نقصة بصفتي كرابور بغيت نغتنم الفرصة وبصفتي كتلميذ قتلوني غير بالفقصة وسؤال المطروح فين الميزانية بغاو يبنيو مدرسة بجوج مع المية خشاونا وسط البرارك باسم مدرسة وهمية إمام الغزالي وطلقوا عليها حتى سمية عطاونا جوج د الاقسام الحرب العالميه سقول جربوا فيها الاسلحه النوويه كيفاش بغيتو نقراو ونميو هاد البلاد السبت يا اميه والحصه ما شوكت زاد شوف لي دايرين بيك شنو عاملين في هاد العباد السبب لي دايرين بيك صار الجهل والفساد صاحب الجلاله لي ديك الرساله شوف لي دايرين بيك فينا عاملين مزالة العام هو تالا حل المعادله السبب لي دايرين بيك كسرت البطاله صاحب الجلالة ليلك الرسالة شوف لي دايرين بيك فينا عاملين مزالة عام هو تالا حلوا المعادلة سبب لي دايرين بيك كسرت البطالة صاحب الجلالة حاشا صوتي على عليك جيت غير نبك بدوك لي دايرين بيك وكيفاش لاعبين بينا تقول لاعبين الضامة يحطونا في المبغاو على حسب الفهامة وما جيتش باش نبان ولا نقول زعما زعامة بلسان الشعب نقول طالبين غير السلامة وما تلوموش دراري لي في زناقي ضايعين حيت صندوق الدولة يكفي غير الموازين شني خصك العريان خصني الخصم مولاي زيدو كنخو الأمة بمهرجان الشرقي والراي مع احترامي للفن كل حاجة في بلاصة شوفو البنية التحتية إلا بقالكم وقتها قرونا في القصدير والبلاد نسو مصلحتها أصلنا الحكومة حنايا حاسبيننا موتى فضلوا يبيعوا بلادهم على المصلحة الشخصية وبزاف علينا نكونوا دولة ديمقراطية صاحب الجلالة لي لك الرسالة شوف لي دايرين بيك فينا عاملين مزالة العام هو تالا حل المعادلة سبب لي دايرين بيك كسرت البطالة صاحب الجلالة لي لك الرسالة شوف لي دايرين بيك فينا عاملين مزالة العام هو تالا حل المعادلة سبب لي دايرين بيك كسرت البطالة اجي نشوف واش طاري مورا الكواليس كذب واغتيال بالاخبار الرئيس نصب واحتيال حق الشعب البائس قمع وتسلط سياسة ابليس لعبوا معنا لعبة على شكل مسرحية شاركنا فيها انا وانتينا وهو وهي ضاعونا الادوار ما بين المجرم والضحية سخلطونا الافكار تخطيط خطة سياسية سياسة الاحتكار فاسية وراثية مع سابق الاصرار للدولة المغربية عليها قصدتك كنتينا وبغيتك تفهم قصدي سمعتك الرسالة واخا عارف غيجي ضدي عارف عمل جهدك وعارف ما مقصر شي من حق كيما قالوا يد وحدة ما تتفقش بغيتك غير تفهمني respect and the peace ومالي كولا واحد وعش محمد سيس صاحب الجلالة لي لك الرسالة شوف لي دايرين بيك فينا عاملين مزالة العام هو تالا حل المعادلة تسبب لي دايرين بيك كسرت البطالة صاحب الجلالة لي لك الرسالة شوف لي دايرين بيك فينا عاملين مزالة عام هو تالا حل المعادلة سبب لي دايرين بيك كسرت البطالة صاحب الجلالة لي لك الرسالة شوف لي دايرين بيك فينا عاملين مزالة عام